البطولة، وباعتباره أحد أكثر المنتخبات حضورا في هذا المونديال، وأحد أكثر المنتخبات لاعبا لهذه المباريات، وأحد أكثر المنتخبات تأثيرا في البطولات الأكبر. لكن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع المنتخب الأرجنتيني بمنتخب عربي في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق للأرجنتين أن واجهت أي منتخب عربي قبل ذلك تاريخيا في بطولة كأس العالم، منذ أن بدأت في المباراة الأولى في عام 1930 وصولا إلى آخر مواجهاتها في النسخة الماضية أمام فرنسا. هنا صافرة البداية، ليونيل ميسي التي معها الكاملة بحضورها الكبير، لو يستصد في المرة الأولى لا زالت مستمرة وقائمة. أوهو. في بطولة كأس العالم من أصل التصدي الأول وردة الفعل الأولى من صقر الأخضر لعويس في البداية أمر طبيعية جدا، وهنا حكم المواجهة سلافكوفيتش أوهو عن عهد الروس داخل منطقة الجزاء لعويس، أكثر اللاعبين ظهورا ليونيل أوهو منتخب التانجو بأول الأهداف. وصلت في الجهة اليسرى تسديدة توتي، لكن عديلة أو تقليص الفارق أو التعديل عفوا، منطقة الجزاء عادت إلى صعود عرضية داخل المنطقة. خمس مباريات كرة محاولة أمامية، ليش رجع لعويس مواجهة سلافكوفيتش بوجود صافرة تعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. الآن كرة بمحاولة تصل إلى ميسي يلعبها أمامية من جديد، يا الله راية وتسلل مدرسة اليوم الأخضر اللي يبغي يفتح بطولات والمنافسات. كرة محاولة خطيرة جدا إلى مؤثرا بحول الله بشكل إيجابي في ونحن نعي تماما ما نقوله. عرضية داخل منطقة الجزاء عويران، محاولة أرجنتينية وبعيدة يسقط في أرضية الميدان، فرصته الأخيرة في المونديال أوهو العويران دوسريلا سلافكو. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثاني إلى أن يحين الموعد. تقبل شكرا لي زميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا اينما كنتم مرحبا بكم، وعوده مجدد ملعوب وبرافو يرجو جيد في الشوط الاول. نعم هنالك ثلاث اهداف كرة كره محاوله صالح في شيء جاي من نواف جنون الأخضر كبرياء الأخضر، حضور الأخضر، كبرياء وأبناء السعودية، جنون وأبناء المملكة.
تصفي لاعبين السعوديه من اجل الاستبسال اليمنى. الان خير دي ماريا اماميه داخل الواقع الموجود في ارضيه الملعب، كره في محاوله فارتقى وهام السماء ووصلوا العوده والتسجيل. فلينظر الى ما فعله الاخضر في شوط المباراه الثاني، تدخل ياتي من ليونيل ميسي. ميسي يلعب كره بمحاوله لكن تجاوز هذه المجموعه لا يفوز بكاس العالم. منطقه الجزاء لا زالت مستمره وقائمه. لا 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 لا. الله عليك يا محمد، الله عليك يا محمد، في التوقيت المناسب العويس العويس العويس. هنا من خلال هذا اللقاء اخطر السويس يرتقي وفي اللحظة اقترب اكثر واكثر ليسمعني ويسمع صوتي يرتفع وانا اقول الاخضر يتقدم من دف الصحراء الى عالي الجبال. لكن رايه موجوده، تسلل 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 تسلل. حقيقة صعب جدا ان يوصل تجاه من الفرح والانتصار والسرور. الله يا عويس الله يا عويس الله يا عويس الله يا عويس، برافو يا عويس، قواك الله يا عويس، قواك الله يا محمد. في اللقطة الماضية تصدي اليمنى عرضية إلى خارج أرضية الملعب. لاعبين الأخضر وفي المدرج على جمهور الأخضر، وفي المدرج على جمهور الأخضر. الانتصار الذي لو ما تحقق فسيكون الانتصار الرابع. منك تبرد الفودة وبالتالي كرة بمحاولة ملعوبة لكن تغطية وايضا تغطية عرضية داخل منطقة الجزاء. راسي الله يا العويس، الله 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 الله, الله يا العويس والله. من خلال ما شاهدناه في الشوط الأول ومن خلال ما نشاهد الجزاء العوبة الكرة التغطية والإبعاد تخلص 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 تخلص. راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل في أرضية الميدان. يا الالتحام ما بين محمد العويس وياسر الشهراني، الالتحام. تمالك تمالك أعصابك يا محمد، تمالك أعصابك يا محمد. صفر 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 صفر. سارعي للمجد والعلياء، رددي مجدي بخالق السماء. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق الأخضر ينشر النور المسطر. رددي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الأخضر، الله أكبر يا الأخضر. للتاريخ هذا الانتصار الكبير للمنتخب السعودي.